ليه الفوز على الاتحاد المنستيري بشرة خير للأهلي في التتويج بدوري أبطال أفريقيا؟ إيه الإنجاز اللي قرره الزمالك بعد 2016؟ وإزاي هالاند بينقذ مانشستر سيتي من المركز السادس؟ تابعونا عشان تعرفوا كل التفاصيل في حلقتنا من أرقام يلا كورة. والبداية مع الرقم 15. قبل ماتشات مانشستر سيتي ما بقاش السؤال هالاند هيسجل ولا لأ، السؤال بقى هالاند هيسجل في الدقيقة كام وهيسجل كام جون. المهاجم النرويجي بيسجل مع مانشستر سيتي للمباراة العاشرة على التوالي في كل البطولات عشان يوصل للهدف رقم 15 في الدوري الإنجليزي بعد 9 ماتشات بس، ويتقدم بفارق 7 أهداف على الأقل عن أي لاعب تاني. مانشستر سيتي مسجل 33 هدف في بريمير ليج لحد دلوقتي، يعني هالاند لوحده مساهم ب 45% من إجمالي أهداف الفريق. هالاند مش بس بيسجل أهداف كتير، لا هي كمان أهداف مؤثرة وحاسمة. تخيلوا ان بدون اهداف هالاند مانشستر سيتي كان هيخسر 9 نقط، وده معناه ان هيكون عنده 14 نقطه بس في المركز السادس. احصائيه جديده بتبين مدى اهميه هالاند في مانشستر سيتي الموسم ده. هالاند في 9 جولات بس قدر يسجل قد اللي سجله كيفن دي بروين طول الموسم اللي فات لما كان هداف سيتي في المسابقه، وكمان فاضل له 8 اهداف بس عشان يعادل رقم صلاح وسون هداف الموسم اللي فات ب 23 هدف. ولان المقارنه مع اللاعبين ما بقتش منطقيه، كان لازم نقارن هالاند مع الانديه. المهاجم النرويجي سجل أكتر من 13 فريق في الدوري الإنجليزي الموسم ده، الفرق دي منها مانشستر يونايتد وتشيلسي. وبعد كل الأرقام دي لازم نوجه التحية لدفاع بورنموث، الفريق الوحيد اللي قدر يمنع هالاند من تسجيل الموسم ده. ونروح للرقم 6. الأهلي بيرجع من تونس بفوز قاتل على الاتحاد المنستيري بعد هدف محمد عبد المنعم. الهدف ده هو الثالث لعبد المنعم مع الأهلي في كل البطولات، والمفارقة إن الثلاث أهداف بالهيد ومن صناعة علي معلول وتحت قيادة ثلاث مدربين مختلفين، بيتسو موسيماني، ريكاردو سواريش ومارسيل كولر. الأهلي بيكسر عقدة في دوري الأبطال بعد الفوز على ملعب المنافس لأول مرة بعد 6 ماتشات، وتحديداً من يونيو 2021. الغريب في الموضوع إن الأهلي وقتها كان حقق الفوز على الترجي في تونس برضو لما كسب 1-0 في نص النهائي. الأهلي كمان بيشارك في دوري الأبطال للمرة 33 في تاريخه، وبيبدأ البطولة بفوز خارج ملعبه للمرة السادسة. الخمس مرات اللي فاتوا منهم 3 مرات الأهلي خد فيهم اللقب، أعوام 2006، 2013 و2021. يا ترى ممكن الأهلي يعملها السنة دي للمرة الرابعة؟ الرقم الجاي هو الرقم 3. إذا كان الأهلي كسب 1-0 بجول بالهيد من المدافع وكسر عقدة في دوري الأبطال، فالزمالك كمان عمل كده على حساب فلامبو البروندي. الزمالك بيبدأ الموسم في دوري الأبطال بـ3 انتصارات ورا بعض لأول مرة من نسخة 2016. الزمالك قدر وقتها إنه يوصل للنهائي، لكنه خسر من سان داونز. فهل المرة دي هيقدر يعدي الخطوة دي ويفوز باللقب؟ آخر رقم معانا هو الرقم 36. ليفربول بيواصل معاناته في الدوري، الفريق حقق 10 نقط بس بعد أول 8 ماتشات، ودي أسوأ بداية ليه من موسم 2012-2013 لما جمع 9 نقط بس. ومش بس ليفربول اللي بيعاني، محمد صلاح كمان بيفشل في التسجيل للمباراة الخامسة على التوالي عشان يتجمد رصيده عند هدفين بس. يكفي نقول إن أنتوني مهاجم مانشستر يونايتد سجل 3 أهداف، يعني أكتر من صلاح رغم إنه لعب 3 ماتشات بس. ورغم كده صلاح عنده فرصة إنه يعوض كل ده ويحقق رقمين مهمين جدا في مباراة رينجرز في دوري الأبطال. صلاح سجل 35 هدف مع ليفربول في دوري الأبطال، ولو سجل هدف قدام رينجرز هيعادل الرقم القياسي للأهداف مع فريق إنجليزي في البطولة، واللي بيملكه إجويرو مع مانشستر سيتي ودروجبا مع تشيلسي. أما بقى لو سجل هدفين فهيوصل للرقم 44 مع كل الفرق مع احتساب الأهداف في الأدوار التمهيدية، عشان يعادل رقم دروجبا كأكتر لاعب أفريقي سجل في تاريخ البطولة. فهل صلاح هيقدر يعمل ده ويستعيد تألقه من جديد؟